honor to have the Crown Prince of Bahrain in the Oval Office. We're doing a lot of business. They're buying a lot of things. I heard $9 billion is thrown about. So that's a very nice trip and we appreciate it. 9 مليار دولار هو حجم الصفقات التجارية والعسكرية التي أبرمها ولي العهد الخليفي سلمان حمد الخليفة خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية في واشنطن، والتي التقى خلالها بكبار المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب الذي كان ذلك المبلغ الكبير ثمن اللقاء به. إلا أنه وبالرغم من عدم معرفة تفاصيل تلك الصفقات، إلا أن الأمر المؤكد منها هو شراء البحرين لطائرات أمريكية مقاتلة من طراز F-16. يأتي إبرام هذه الصفقات في وقت أعلنت فيه سلطات البحرين أن العجز في الموازنة خلال هذا العام والذي يليه سيبلغ أكثر من 6 مليار دولار، لكن السلطات الخليفية لم توضح كيفية وأسباب إنفاقها 9 مليار دولار على عقود مع أمريكا بدلا من سد العجز في الموازنة وبدلا من إرهاق كاهل المواطن البحريني بإجراءات تقشفية أثرت على حياته المعيشية في ظل تفشي البطالة وتدني المستويات المعيشية للمواطنين. مجنس يجي في الجيش وفي الشرطة وإحنا نروح نشتغل في البناء، عمري 25، لمتى يعني بشتغل؟ لمتى بكون نفسي؟ ولي العهد الخليفي مدد كذلك خلال زيارته اتفاقية التعاون العسكري مع أمريكا التي يتخذ أسطولها الخامس من البحرين مقرا له، مما يعني بحسب مراقبين أن آل خليفة سائرون على خطى أسيادهم آل سعود في كسب ود ورضا سيد البيت الأبيض الذي أطلق أيديهم في ارتكاب ما يحلو لهم من جرائم داخل بلدانهم وداخل المنطقة. فما يهمه هو المليارات التي تدخل الخزينة الأمريكية، وأما هؤلاء الحكام فليسوا بنظره سوى بقرة حلوب سيذبحها حين يجف حليبها. وقلت لهم يجب عليكم أن تفعلوا ذلك وإلا فإنني لن أقوم بالزيارة، ولذلك صرفوا مئات المليارات من الدولارات. Billions and 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 billions.